الكرة العكسيه لما تلميذ ايضا اتهامات موجهه لمدرسه بانها تسببت في جرح في عينه وعنده متاعب شديده بسبب الاعتداء عليه. يعني شايفين العلاقه بين التلميذ والمدرس في مصر وصلت الى ايه؟ يعني انت بقيت محتاج اسم شرطه داخل كل مدرسه، بقيت محتاج كمان انه المدارس في مصر انت مش مهموم بقى بمناهج تعليميه اكثر تطورا وتقدما، ده انت بقيت مهموم بحمايه التلاميذ حينا والمدرسين حينا اخر. تعالوا نشوف هذه الماساه على الجانب الاخر، ماساه مضاده للماساه التي شاهدناها منذ قليل. ضربتني مش بعد لما يعني ضربتني ايه ضربتني تاني برضه، بعد لما ضربتني تاني قالت روح، بعد لما رحت اعوض رحت اعوض بقى عمل عيط طلعتني اتذنبت قالت تفتح ايدك، قلت لها لا، قالت تفتح ايدك، قلت لها لا، قالت تخش اقعد، دخلت قعدت في التكه عمال عيط، وصاحبي بيقول لي مالك يا صاحبي، قلت له مزرعه، ما قال لي طب معلش، قلت له عشان اصلا بكره سمعك كده بقى، حاطط القلم على الديسك بالعصايه قامت ناطره في عيني، فخرج عليا صلاح حاطط ايده على عينه، فبعدين بقول له مالك يا صلاح ايه مالك، قال لي عيني عيني وجعاني، الابله خبطتني بالقلم وعيني وجعاني، نايمته على حجره بفتح له عينه فلقيت عينه الابيض ده بقى احمر احمر دم، والسواد دوت فيه زي شرخ بالطول، فطبعا اول ما شفت عينه قلت للزمايل اللي معايا، قلت لهم لا ده مش هينفع نستنى، ده لازم نتصل بمامته ونجيبها حالا. ام دنيا قالت لي الحق ابنك اتصل بيا، اخدت توك توك ورحت رايح على المدرسه، فلقيت واحده ميلت عليا قالت لي ابنك لازم يروح المستشفى دلوقتي حالا، رحنا للدكتور طارق شرف فقال لي اطلع بيه على قصر العيني، ابنك عينه ضاعت. قصر العيني طبعا لا مبالاه واستهتار ما بعده استهتار طبعا، محدش استقبلنا وكده، فقمنا رايحين عند الدكتور خالد فكشف عليه فقال لي هو واكل ولا شارب، قلت له اه حضرتك يا دكتور، قام قال لي طب دلوقتي مش هينفع يعمل له عمليه، قلت له عمليه دكتور، قال ان المفروض ان كنت دخلت اعمل له عمليه بس طبعا انتوا سقتوه ميه في السكه او في الطريق فما ينفعش اعمل عمليه لازم يصوم وكده، ف قال المفروض انه يجي بقى صايم بكره ونلحقه بالعمليات ديت اللي هي مثلا عباره عن ترقيع في قرنيه زائد تركيب عدسه على اساس ان نجهزه للقرنيه وكده. العمليه هتتكلف فلوس كتيره جدا وانا مش هقدر طبعا. انا بناشد وزير التربيه والتعليم ان هي تبقى، لان الواقعه حصلت في المدرسه ما حصلتش في بيتنا او ما حصلتش في الشارع. يعني عملت له العمليه اللي هي الاولانيه كلفتني مبلغ كبير ومعي يعني ما فيش اللي انا اعمل له العمليه دي الكبيره دي، والدكتور قال 3 اشهر، طب 3 اشهر اجمع ازاي المبلغ ده او اجيبه منين؟ انا كده ادخل عيلي واعرف ان هو ممكن يطلع لي يا ميت يا عينه ضايعه، يا ولو جرى له حاجه في المدرسه يقول لك قضاء وقدر. ما عندهاش قلب يعني حتى كانت تلحقه، يعني هي سيبه حصتين يعني ساعه ونص، والولد بيقول له روح اشطف عينيك بشويه ميه، بعد كده تقول له مدرسه شافته تقول له روح للدكتوره، ما لقهاش وعيني اصلا بينزل بتصفي قدام. انا بخاطب رئيس الوزراء ابراهيم محلب ان المدارس يبقى فيها امن اكتر من كده، ونقدر يعني دي امانه المدارس يبقى في امانه، ما سيبش ابني كده والله اعلم لا بين يعيش لا بين يموت. انا زعلان منه، أنا مش هسامح تاني، أنا ليا عامل يعني كده. أنا عاوزكم تشوفوا المشهدين مع بعض، لو قسمنا الشاشة 2 كده يا أستاذ أشرف ونشوف مدرس تم فقع إحدى عينيه وتلميذ تم إصابته في إحدى عينيه، يعني لو شفنا كده المشهد وشوفوا بقى الحال إيه، أي عنوان يمكن أن نضعه تحت الصورتين. إحنا لسه هنجيب لكم مهازل
ومش هنسيب مهازل التعليم، سواء جالنا وزير التربية والتعليم قضيف أو ما جالناش، القضية مش قضية. أو شوفوا بقى آدي دي حالة ودي حالة، دي مدرسة ودي مدرسة. أنا عندي دي وزارة التربية والتعليم، هل إحنا في مجزر؟ هل إحنا هنا اللي انتوا شايفينه ده في مدى يعني مش حالة أو اتنين، إحنا كل حلقة زي ما بتشوفوا بنجيب لكم مجموعة من الحالات دي، أحوال مدارسنا في مصر لم